وينضم إلينا من استوديو القاهرة الإخبارية دكتور شفيق التلولي، كاتب ومحلل سياسي. أهلا بك دكتور شفيق على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني الحديث اليوم يطول فيما يتعلق بالهدنة المنتظرة وتبادل للأسرى، اتفاق لربما بات وشيكا ما بين إسرائيل من جهة والفصائل الفلسطينية لتبادل عدد من المحتجزين، وأيضا للوصول إلى هدنة طويلة يعني قد تصل إلى 4 أو 5 أيام. كيف ترى هذا الاتفاق، وإلى أي مدى من ممكن أن يسفر عن وقف إطلاق للنار بعد ذلك، يعني تكون هدن إنسانية في فترات متلاحقة ومن ثم توقف عن العمليات القتالية؟ نحن اليوم في اليوم السادس والأربعين كما ذكرتم عبر تقريركم الإخباري، فقد تمت الحرب اليوم الخامس والأربعين يوم أمس أو ليلة أمس، وشهد الشهر ونصف الفائت معارك ضارية فيما بين المقاومة الفلسطينية وما بين الاحتلال الإسرائيلي، سيما المعركة البرية التي ابتدأت منذ 3 أسابيع ويزيد قليلا. الآن برأيي نحن ربما نصل بالتأكيد إلى هدنة إنسانية ربما تكون وشيكة، لأن هناك ضغط دولي كبير في هذا الاتجاه، وهناك ضغط شعبي إسرائيلي أيضا كبير على حكومة نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ورهائن، لأن هناك مظاهرات كبيرة في الشارع الإسرائيلي تضغط على نتنياهو، وبالأمس كان له لقاء وللحكومة الإسرائيلية لقاء مع ذوي الأسرى والمختطفين في قطاع غزة. كل هذا يؤكد أن ربما لا محالة للوصول لهدنة سريعة أو هدنة ناجزة ربما تكون خلال الساعات أو اليومين المقبلين. الأمر الآخر هو أن الطرفان بالتأكيد قد أنهكتهما هذه المعركة، فكل طرف كان يراهن منذ اللحظة الأولى على إطالة أمد المعركة، بخاصة الاحتلال الذي أقدم على هذه العملية البرية وهو يدعي أن هذه عملية طويلة، لكن بالتأكيد حكومة الاحتلال الإسرائيلي جرت العادة في أن لا تخوض معارك طويلة المدى ولا تخوض معارك دون أن تحدد لها سقف زمني، لكن المعطيات على الأرض والواقع على الأرض فرض معطيات مغايرة أمام الجيش الاحتلال، فجيش الاحتلال ما زال نعم يتمترس ويتقوقع في داخل مدينة غزة، في داخل شوارع غزة الرئيسية. صحيح أنه استولى على مشفى الشفاء ومنطقة الرمال، المنطقة الرئيسية والحيوية في مدينة غزة، ثم تمدد شرقا نعم وصل إلى ساحة غزة إلى ميدان فلسطين وصولا إلى مشفى المعمداني، لكنه لم يتقدم في المناطق في أطراف مدينة غزة نحو الشجاعية من جهة غزة، من جهة المدينة مركز المدينة ثم باتجاه الزيتون، لأن هناك مناطق يعني تشكل نوعا من المقاومة الشديدة والتصدي للاحتلال، كذلك الحال في المنطقة الشمالية التي هي هدف أساسي للاحتلال، ورأيتم كيف أن وتيرة القصف يرتفع جدا في هذه المنطقة سيما في مخيم جباليا، وهو خاصرة قوية حالت دون تقدم أيضا الدبابات الإسرائيلية إلى مدينة غزة من جهة الشمال. حتى في منطقة بيت حنون هناك صد للقوات الغازية أو الدبابات الإسرائيلية، فإذا هي معركة صعبة بكل تأكيد تلزم الطرفان وبخاصة الاحتلال أن يتوقف عن القتال قليلا، ربما يفرج عن بعض الأسرى والرهائن سيما الرهائن الذين يحملون جنسيات غربية وأمريكية، وهذا بالتأكيد مطلب غربي ودولي، لأن هناك أيضا بالمقابل ضغط في الشارع الغربي والشارع الأمريكي على تلك الحكومات للتخفيف عن قطاع غزة أمام ما لاحظوه وشاهدوه من قتل بالجملة للأطفال والنساء وهدم لكل مدينة غزة. فالاحتلال عمد إلى استخدام ورقة الحصار الشديد على قطاع غزة وورقة القتل بالجملة حتى تكون ورقة رابحة منذ اللحظة الأولى يفاوض عليها حالما حصل هناك مساعي دولية أو إقليمية لإبرام صفقة أو لوقف إطلاق النار ولو كان جزئيا، فهو يمسك في هذه الورقة ويتمسك فيها منذ اللحظة الأولى أنه يعتبرها ضاغطة على المقاومة الفلسطينية أو على حركة حماس من جهة، كذلك الحال حركة حماس تمسك بورقة
الأسرى والرهائن وتعتبرها ورقة ضاغطة أيضا على الشارع الإسرائيلي ولا حكومة الاحتلال الإسرائيلي. لكن كما ذكرت منذ البداية ربما الطرفان بحاجة إلى مثل هذه الهدنة، الأمر الذي قد يبدو قريبا. ما تشير إليه دكتور شفيق يعني هو ما يطلقون عليه في السياسة هي مرحلة عض الأصابع، بمعنى أنه الطرفان يحتاجان فعلا لهذه الهدنة. لكن مع ذلك أنا توقفت أمام هيئة البث الإسرائيلية حين تحدثت عن الوصول إلى الهدنة، وفي إطار الحديث عن الهدنة هم قالوا دكتور أنه حكومة نتنياهو وافقت على مطالب حماس بشأن الأسرى. هذا العنوان يعكس يعني ضمن ما يعكس أنه المفاوضات كانت صعبة وأنه حماس متمسكة ببعض البنود والعناصر لن تتزحزح عنها. هل تقرأ فعلا في هذا العنوان يعني هذا السياق فعلا؟ التفاوض منذ اللحظة الأولى كان تفاوض النار بالنار، ويتفاوض كل طرف يفاوض الآخر بقوة النار. المسألة تجاوزت عض الأصابع إلى كسر العظم خلال المعركة، لكن عندما وصل كسر العظم إلى ذروته بالتأكيد دخل الطرفان في مرحلة عض الأصابع في التفاوض وليست في المعركة. المعركة لا زالت يعني تأتي ولا زالت يعني لا زالت تأتي بشكل عنيف ومستمر، وما زالت الأيام ثقال بالتأكيد بخاصة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني الويلات جراء هذه الحرب الشرسة التي تستهدفه من كل صوب وحدب، بل هجرت نصف سكان قطاع غزة أو أقل بقليل من الشمال ومدينة غزة إلى ما بعد وادي غزة إلى المنطقة الجنوبية أو المنطقة التي تفصل الشمال عن الجنوب. لذلك الحرب الشرسة وصعبة، ربما أيضا ما جرى من تصريحات حتى طلب جيش الاحتلال الذي طلب أيضا من المستوى السياسي إلى التعاطي مع هذه الهدنة وهذه المساعي، لسبب أيضا هو أن أيضا جيش الاحتلال أنهك في هذه المعركة حتى اللحظة ولم يتحقق شيء على المستوى الاستراتيجي الأمني الذي يبتغيه الاحتلال. طبعا الاحتلال مفهوم أنه بخلاف المشروع السياسي الذي يفضي إلى الذي يريد أن يفضي إلى إخلاء قطاع غزة من ساكنيه وتصفية القضية الفلسطينية الذي سقط هذا الخيار منذ اللحظة الأولى واسقطته جمهورية مصر العربية وأسقطه صمود الشعب الفلسطيني، لكن ما زال يصر على أن يؤمن منطقة عازلة في شمال قطاع غزة وفي شرق حتى قطاع غزة كما ذكرتم قبل قليل. هناك الآن ضرب ليس بسيطا في شرق قطاع غزة في المنطقة الحدودية التي تمتد مما يسمى إيرز أو من قرية أو من بلدة بيت حنون وصولا إلى شرق خان يونس حتى وصولا إلى رفح في المناطق الشرقية من خان يونس بني سهيلة وعبسان وغير ذلك، ويريد أن يؤمن هذه المنطقة حتى يحاول ضرب الأنفاق التي قد تصل إلى خلف حدود العدو كما يقولون، مما يمكن المقاومون إلى القتال من خلف حدود العدو. تبقى هذه الجبهة الأرضية مفتوحة باتجاه إسرائيل من جهة، من جهة أخرى وقف الرشقات الصاروخية من هذه المناطق التي تطال العمق الإسرائيلي في داخل الأراضي المحتلة الفلسطينية بخاصة منطقة غلاف غزة. لذلك طلب الجيش أيضا من الاحتلال ربما يريد أن يستريح قليلا من جهة، ربما يريد إعادة يعني وضع تكتيكات تناسب القدرات التي لاحظها وشاهدها في الميدان على الأرض. كذلك أذكر حضرتك بأن هناك 300 ألف جندي من الاحتياط تم استدعائهم إلى الحرب في قطاع غزة، وهذا بالتأكيد أثقل الحالة الاقتصادية في داخل دولة الكيان الصهيوني أو دولة إسرائيل بين قوسين. لماذا؟ لأن الحياة معطلة تماما في دولة الاحتلال، السياحة معطلة، العمل معطل، المدارس معطلة، العمل حتى القطاع الصحي لا يعمل بشكل الاعتيادي. هنا غلاف غزة كما أهلنا كما في الشعب الفلسطيني مشردين من الشمال ومدينة غزة إلى الجنوب، كذلك غلاف غزة الآن أخلي بالكامل من قبل الحكومة إلى داخل دولة الاحتلال. كل هذا بالتأكيد يمثل ويشكل ضغط كبير على الاحتلال كي يحاول أن يصل إلى هدنة.
علها يعني كما يقولون لا تنزل أيضا الاحتلال عن شجرة التوت التي صعد أيضا إليها في هذه المعركة بعد أحداث 7 أكتوبر. هذا لا يعني أن الطرف الآخر وأن الشعب الفلسطيني يعني غير مثقل بهذه الحرب، على العكس تماما، الشعب الفلسطيني يدفع فاتورة كبيرة أمام هذا النزق المدمر وهذا الجنون المدمر الذي تتبعه آلة الحرب الإسرائيلية التي اعتمدت على سلاح الطيران في تدمير قطاع غزة وبني نسف كل البنى التحتية في قطاع غزة وتدمير المشافي والليلة الفائتة، وما زالت المعركة مستمرة في حدود مشفى الأندونيس الذين يريدون أيضا أن يكرروا فيه سيناريو مستشفى الشفاء، لكن هم بالتأكيد أمام هذه المعركة الطويلة والمفتوحة على كل الاتجاهات وكل الجبهات لم يستطيعوا أن يحققوا الهدف الذي ادعوه ووضعوه، غير تحقيق الأهداف قتل الأطفال والنساء وضرب كل البنى التحتية وتدميرها بسلاح الطيران، لكن في المواجهة الحقيقية التي كانوا يدعون أن هناك حرب قاسية ويسجلون انتصارا، ما هي لكانت حرب جوية لم نرى فيها مواجهة حقيقية على الأرض، لكن عندما وقعت الواقعة ووصلت الأمور إلى ذروتها في المواجهة الميدانية أصبح هناك ضرورة لإعادة الحسابات، وأظن الاحتلال يعيد حساباته في هذه المعركة الآن. يعني دكتور شفيق، هل تعتقد بأن قوات الاحتلال أو إسرائيل هي ماضية في العملية العسكرية وهي لربما تريد أن يعني تلتقط أنفاسها لتكمل هذه المعركة في ظل الضغوط الاقتصادية التي ذكرتها، هبوط سعر صرف الشيكل بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها، أيضا المعارضة لنتنياهو والمطالبة الآن بإعادة المحتجزين، إذن هناك الكثير من الضغوط في الداخل الإسرائيلي، هل تتمكن إسرائيل من مواصلة هذه المعركة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها، وإن كانت يعني تتلقى التمويل والدعم من الولايات المتحدة، والولايات المتحدة مقبلة على انتخابات قادمة فلن تكون قادرة على مواصلة هذا الدعم، وهذا واضح من خلال التغير في الموقف الأمريكي والتغير في موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن وطلبه يعني التوقف عن وقف القتال و أيضا عدم إصابة المدنيين وضرورة التوصل إلى اتفاق وبدأ الحديث عن ما بعد المعركة في غزة. أعتقد الخيارات كلها أمام الاحتلال الإسرائيلي وأمام حتى الإدارة الأمريكية خيارات صعبة للغاية، فهي أمام يعني خيارين إنجاز التعبير، إما أن تستمر في هذه المعركة وبالتالي قد تخسر الكثير من أكثر مما خسرته، فالآن دولة الاحتلال تلطخ وجهها بالعار أمام كل العالم، يعني حتى أن وضعت الإدارة الأمريكية في ذات الخانة معها، سيما وأن الإدارة الأمريكية أعلنت عن تأييدها لهذه الحرب منذ اللحظة الأولى، وجاء ذلك على لسان بايدن في خطابه الأول وتلاه بلينكن في جولته إلى المنطقة وتصريحاته المعروفة، لكن الآن هذه الدولة بالتأكيد هي همها بالتأكيد أمنها بشكل كبير، فيتعتبر أن هناك أصبح مساسا كبيرا في أمنها وعمقها الاستراتيجي بعد عملية 7 أكتوبر، وهذا بالتأكيد مس هيبتها ومس صورة بين قوسين الجندي الذي لا يقهر والذي يدعون أنه الجندي الأسطورة ويدعون أن جيشهم رابع أقوى جيش في العالم، ولذلك هذه المعادلة محيرة بكل تأكيد أمام الحكومة الإسرائيلية، لكنها عندما أقدمت على هذه الحرب أيضا لم تكن تتوقع أن تكون المعطيات على الأرض بهذه الطريقة، سواء على مستوى صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته من جهة أو على مستوى الحراك الدولي، فأذكر حضرتك أن الغرب والإدارة الأمريكية كانوا قد دعموا هذه الحرب بشكل علني وبشكل كبير، في حين أن العرب وفي مقدمتهم مصر رفضت هذا الحرب وهذا العدوان وحاولت أن تصل برسالة إلى كل العالم أنه لا يمكن ولن تسكت على قتل الفلسطينيين وتهجيرهم بهذا الشكل ولا هذه الطريقة. الآن الشعوب في العالم وفي أوروبا وفي الغرب انطلقت إلى الشوارع عندما شاهدت هذا الدم النازف في غزة، هذا بالتأكيد أثر على القرار الأمريكي من جهة، كذلك لا تنسى أن هناك تراجع كبير في شعبية بايدن، الآن بايدن لا يحظى أكثر من 40% في الشارع الأمريكي هو والحزب الديمقراطي، فهذا قد يؤثر بشكل كبير على الانتخابات الأمريكية المقبلة الذي ربما لا تكون في صالح الحزب الديمقراطي الذي دعم دولة الاحتلال في هذا الحرب بهذا الشكل، كذلك نتنياهو الذي يتهاوى ويتداعى. لكن أذكر حضرتك أن
أن النظام السياسي الإسرائيلي هو نظام مأزوم منذ فترة ليست بسيطة، منذ أكثر من 6 سنوات، والنظام السياسي الإسرائيلي يعاني من أزمة كبيرة. نعم. وهناك تجاذبات وتقاطعات وانقسامات كبيرة في الشارع الإسرائيلي، خاصة في الشارع السياسي الإسرائيلي على مستوى الأحزاب الإسرائيلية. هذا الانقسام الحاد أفرز حكومة يمينية أعادت نتنياهو مرة أخرى، ثم أن نتنياهو أعاد دولة إسرائيل إلى ذات المستنقع وإلى ذات المربع الذي يصطدم فيه مع الفلسطينيين، وهو ذات المربع الذي عكس هذه الأزمة. لماذا نشأت هذه الأزمة؟ نشأت هذه الأزمة لأن هناك فشل في المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، ليس في 7 أكتوبر، ربما عمقتها وعمدتها عملية 7 أكتوبر، لكن منذ سنوات، والاحتلال وأجهزته الاستخبارية غير قادر على لجم المقاومة الفلسطينية ولا حتى المقاومة الشعبية السلمية الفلسطينية في الضفة الغربية وفي جنين، في نابلس، في القدس، في كل مكان. هم ذهبوا إلى إحكام السيطرة والقبضة الحديدية على الشعب الفلسطيني، واستخدموا منطق القوة لتركيع الشعب الفلسطيني. أمام صمود الشعب الفلسطيني فشلت كل المحاولات الأمنية والعسكرية، مما عكست هذه الأزمة على الحكومة. الآن من يعتقد أن الحكومة الإسرائيلية، أي حكومة ستأتي، لم تضع الدم الفلسطيني بازارا لها، هو يكون مخطئ بالتأكيد. هم لا يقيمون وزن لحياة الفلسطيني، ولا يقيموا وزن لكل الأعراف والمواثيق الدولية، إنما من الممكن أن يمضوا في هذه المعركة وأن يتفقوا على الدم الفلسطيني كما اتفقوا في حكومة الحرب تلك. فهذه الحكومة، أذكر حضرتك، هي تشكلت من الحكومة الحالية التي تمثل يعني أشرس أقطاب اليمين. صحيح. نتنياهو، بن غفير، سموتريتش، ثم انضم إليها جنس، وانضم عليها آخرون من الوسط ومن اليسار، كل هؤلاء اتحدوا على الدم العربي الفلسطيني. لذلك هم نعم يختلفون، لكن ربما هذا الاختلاف وهذا الخلاف لا يكون ورقة لصالح الفلسطيني، لأنه أذكر حضرتك حتى عندما استلم آخرون الحكومة قبل نتنياهو، قاموا أيضا بشن حروب مماثلة أو أقل من ذلك. صحيح. على قطاع غزة، وعدوانات شنت على. صحيح. قطاع غزة. طيب. وكل من يأتي إلى هذه الحكومة، والآن جينس يعلي من خطابه ويقول لا، نحن نريد أن نجري عملية تبادل أسرى، يريدون. طيب. أن يمتصوا الشارع الإسرائيلي وينافسون نتنياهو تحت هذا الشعار، لكن بالمناسبة هم لا يهمهم. طيب. حتى موضوع الأسرى الإسرائيليين، لولا أن هناك أسرى من الغرب ومن الأمريكيين، ولولا أن هناك عدد كبير في هذه العملية. طيب. لا أداروا ظهرهم إلى أسراهم ومضوا كما حصل عبر التاريخ. عند هذه النقطة دكتور شفيق، لو تسمح لي أن أعود أنا وأنت خطوتين إلى الخلف ونأخذ لقطة أوسع للمشهد في قطاع غزة، ولعلك تبعت لغة واشنطن خلال الأيام الماضية، لغة الرئيس الأمريكي، الخارجية الأمريكية، البيت الأبيض، أيضا تصريحات الاتحاد الأوروبي بخصوص غزة. نعم. هل تعتقد أن هذه اللغة التي اختلفت وربما أدت إلى الوصول إلى حديث عن هدنة في هذه الساعات القليلة الماضية مرتبط فقط برؤية أمريكا والغرب لمصالحهم، أم أنه ما حدث ولعلك تبعت التطورات الكبيرة، الحوثي وما قام به من الاستيلاء على سفينة قيل إنها إسرائيلية أو ملكة إسرائيلي، القواعد للشبكة التي ربما كانت ستخرج عن النطاق بين حزب الله بالأمس والجيش الاحتلال الإسرائيلي، أعني أن كرة الثلج بدأت تتدحرج، فهل هذا فعلا له تأثير مباشر على ما وصلنا إليه خلال هذه اللقطة وهذه المرحلة؟ نعم، سؤال مهم وجميل ومداخلة مهمة. نعم، الأمر متشابك، وبالتأكيد يعني هذه الدول يهمها مصالحها الجيوستراتيجية بالدرجة الأساسية. أنا أذكر حضرتك أن بايدن منذ اللحظة الأولى، مرة أخرى نقول، أعلن تأييده لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذه هي أمريكا التي هي شريكة مع الاحتلال في كل الصولات وفي كل الجولات، وبالذات في هذه الحرب عندما مس الاحتلال بهذه الطريقة، بغض النظر عن الاختلاف الذي كان قائما بين نتنياهو وبين الإدارة الأمريكية ومع بايدن تحديدا، تجاوز حدود هذا الاختلاف وهب لنجدة دولة الاحتلال الإسرائيلي لأنها حليفتهم ولأنها الشرطي الوحيد لهم في المنطقة. لكن ما حصل من معطيات على الأرض ومن تداعيات وما حصل من هبة شعبية على مستوى العالم بالتأكيد غيرت في مواقف
هذه الدول من جهة، كذلك هو بايدن عندما عاد لتحسين خطابه حتى بعد الحرب بعدة أيام عاد لتحسين خطابه وتعديله، وقدم وبات يقدم خطاباته بطريقة عاطفية يظهر فيها للعالم أنه غير متورط في هذه الحرب بالمعنى الدقيق، مع أنه هو من حرك أسطوله للشرق المتوسط ولوح للمنطقة بيد بعصا غليظة وبيد من حديد أنه يحمي دولة الاحتلال ويلوح بهذا الأسطول لأي قوة في الإقليم سواء عربية أو غير عربية من الممكن أن تتحرك لنصرة غزة، فذاك الأسطول الأمريكي ماثل. لكن بعض العمليات التي حصلت وبعض الرسائل وإن كانت رسائل محدودة ومحسوبة سواء في الشمال أو سواء في اليمن أو سواء في كل هذا المحور محور المقاومة، بالتأكيد جعل هذه الدول تعيد حساباتها، لأن المعركة إذا ما استمرت بهذه الطريقة وإذا استمر نتنياهو بهذا الجنون وبهذا القتل للمدنيين الفلسطينيين فربما تتمدد هذه المعركة التي كان يريد بايدن أن يديرها بطريقة يضبط إيقاعها بالشكل الذي يراه مناسبا، يرفع صوته عاليا ويضرب الفلسطينيين ويدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي دون أن يحرك أحد ساكنا. لكن إذا ما تحركت المنطقة بهذه الطريقة وإذا ما تحركت الشعوب بهذه الطريقة وإذا ما صمد الشعب الفلسطيني بهذا المستوى بالتأكيد فإنه يتراجع. كذلك هو لاحظ تطور عربي في المواقف العربية ولاحظ صوت عربي مرتفع بخاصة من الدولة المهمة في الوطن العربي الدولة المصرية التي لها عمق كبير في المنطقة العربية وحتى لها عمقها الاستراتيجي في غزة وفي داخل حدود إسرائيل حتى هناك، وكذلك الأردن وغيرها من الدول. كل هذا ما يجري من حراكات سواء كانت سياسية أو بعض يعني عمليات عسكرية في المنطقة خارج الحرب الدائرة في غزة بالتأكيد هي جعلت العالم يتراجع قليلا. لكن نحن نقول هذا العالم لا يؤتمن، وهو الورقة العربية الفلسطينية غير أمين فيها، وإن كان بدأ يعني ملامح خطاباته يختلف حتى في شكل السيناريوهات التي بات يضعها العالم والغرب وفي مقدمة أمريكا إلى مستقبل قطاع غزة ومستقبل وجوده وإدارته السياسية التي أيضا تريد بين قوسين إسرائيل عبر حكومة نتنياهو أن تحدد شكل مستقبل قطاع غزة، وكأن الفلسطينيين هم أحجار شطرنج سيحركهم كيفما يشاء ويضع هذا الحجر هنا ويضع هذا الحجر هنا. لذلك بدأت تصريحات الاتحاد الأوروبي مغايرة وبدأ هناك تغير في الخطاب الأمريكي. الآن إلى أي مدى يؤتي أكل هذه الخطابات هذا ما تجيب عليه الأيام وما يجيب عليه التحركات الفعلية أو المواقف الفعلية. نحن لا نريد أن يكون هناك فقط خطابات سواء تارة بتأييد دولة الاحتلال أو تارة بالشجب والاستنكار والتريث ومحاولة تعديل الخطابات ومحاولة السعي في حلول يعني سياسية مجتزأة وجزئية على مستوى هدنة إنسانية. لأن أقول هنا ماذا لو حصلت هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام في حين أن كل طرف سيكون إصباحه على الزناد، يعني حتى الهدنة خلال 4 أيام ستكون هشة جدا. وهل الهدنة خلال 4 أيام ستستطيع أن تفي بمتطلبات قطاع غزة الذي حتى لم يضعه الاحتلال هذه المرة على نظرية أنف السمكة التي فوق الماء، بل هو غمر هذه السمكة إلى قاع المحيط وخنق قطاع غزة. فلذلك كل هذه الحراكات ربما لا تؤدي إلى حل جذري لهذا الصراع. لكن نقول وربما هنا نخرج قليلا عن سياق مداخلة حضرتك أو سؤالك، لكن نقول أن الحل الأمثل لكل ما يجري ولكل ما أوجدته هذه الحرب هو إنهاء هذا الصراع وفق إنهاء إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وهذا هو بيت القصيد وليس الهدن. وإن كانت الهدن لازم، لأنه كل في كل مرة وأذكر حضرتك بالمناسبة في كل مرة الذي كان يخترق اتفاقات الهدنة والتهدئة التي كانت يعني تقوم بإحرازها جمهورية مصر العربية لإنقاذ أيضا قطاع غزة من شر هذا العدوان الإسرائيلي كانت أو كان الذي يجهض هذه الهدن ويخترقها هو الاحتلال ويعود للضرب في قطاع غزة، مما يضع الشعب الفلسطيني في موقع الدفاع
عن نفسه. نعم دكتور شفيق، يعني ذكرت نقطتين هامتين، اولا الدور المصري في مواجهه يعني مخططات الاسرائيليه في موضوع التهجير القسري، وايضا وقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني. يعني هذا الدور القديم الحديث، اليوم وقفت مصر وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد قمة القاهرة للسلام، وكان حديثها أبعد من إيقاف إطلاق النار والتوقف عن الحرب، ولكن أيضا كان الحديث عن حل الدولتين وهو السبيل الوحيد للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وهذا ما تطالب به مصر. وأيضا يعني وصل الحديث اليوم بعد كل هذه التطورات أيضا مع البيت الأبيض بالحديث عن ضرورة حل الدولتين، ولكن في ظل ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات ومن اعتداءات وأيضا اقتحامات، وخاصة الليلة تشتد وتيرة الاقتحامات في المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية وتقطيع أوصال الضفة الغربية، وخاصة أيضا يعني تقطيع القدس المحتلة أو القدس الشرقية، كيف يمكن اليوم الوصول إلى حل الدولتين في ظل ما تقوم به إسرائيل، وهي على ما يبدو يعني من الواضح وبحسب الخبراء بأنها لا تريد الوصول إلى حل الدولتين، هي لا تريد دولة فلسطينية؟ نعم تأكيد أختي الكريم، هو مصر أولا هذا دورها الطبيعي والطليعي، وهذا ليس وليد اللحظة، هذه مصر التي دائما كانت في صدارة قضايا الأمة العربية كافة، فما بالك القضية الفلسطينية التي دفعت فيها الثمن الكبير. ذكر أن الدم الفلسطيني اختلط بالدم المصري، ومصر هي صاحبة جيش العبور العظيم الذي حفر قناة السويس وفجر خط بارليف والأسطورة الإسرائيلية إلى أن سجل انتصارات أكتوبر المجيدة. فالورقة الفلسطينية بالنسبة لمصر هي ورقة في غاية من الأهمية لإيمانها لإيمانها أو لدورها القومي العروبي المعروف، ولإيمانها بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهذا هو يعني الخريطة الطريق التي تنتهجها القيادة المصرية، وبخاصة القيادة المصرية الحالية التي تعمل على إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية، ولذلك منذ اللحظة الأولى رفضت التهجير ودعت إلى مؤتمر أو إلى قمة إقليمية دولية يعني إيجاد حل للصراع الفلسطيني ولحل للقضية الفلسطينية، وما زالت تصر على حل الدولتين، وحل الدولتين هو مخرج لكل هذه القضية بكل تأكيد، وهذا ما طلبت فيه أيضا القيادة الفلسطينية، وما زالت تطالب. وهذا أذكر أنه هو مشروع بايدن الذي تبناه في دعايته الانتخابية والذي تحدث عنه كثيرا، لكن المشكلة الكبرى قبل أن تكون مشكلة الاحتلال هي مشكلة الإدارة الأمريكية، التي تأتي كل إدارة وتقدم برنامجا دعائيا انتخابيا تضع فيه دعاية على مستوى السياسة الخارجية، لكنها سرعان ما يدير ظهر البيت الأبيض إلى السياسة الخارجية وبخاصة إلى القضية الفلسطينية، ويذهب إلى قضايا الداخلية وإلى قضاياه الدولية على مستوى العالم، ويغرق نفسه في ممارسة لعبة ازدواجية المعايير كما حصل مع أوكرانيا خلال حربها مع روسيا، ويتنكر للحقوق الفلسطينية، ويترك نتنياهو للإيغال في دم الفلسطينيين والتنكر لحل الدولتين، لأن أمريكا لو كانت تريد والعالم لو كان يريد لأجبر نتنياهو على الرضوخ لحل الدولتين، لأن هذا مطلب عربي وإقليمي ودولي. أما كيف من الممكن أن الوصول إلى حل الدولتين في الوقت التي تتنكر له وترفضه هذه الحكومة؟ هذه الحكومة لا ترفض فقط حل الدولتين، هي تريد اقتلاع الشعب الفلسطيني، وعبرت عنها واضحا خلال حربها الأخيرة، وسبق ذلك في الضفة الغربية من تمدد للاستيطان وقتل الفلسطينيين أيضا على الطرقات واجتياح المدن الفلسطينية ومحاولة تهويد القدس المستمرة وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية وتدنيس المسجد الأقصى وكل ما مارستهم الحرمات. وأذكر أن الأقصى وما وقع في الأقصى وفي المسجد الأقصى وفي حرماته من محاولات جلب بقرات وإلى آخره من كل الروايات التلمودية، هو الذي أشعل المنطقة بهذه الطريقة، وهو الذي أوصل المنطقة للحرب التي يعيشها قطاع غزة اليوم. لذلك هناك فرصة ما زالت قائمة، كيف أن يعقد مؤتمر دولي للسلام، وأن ترفع يدها الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها، وأن ترفع عن دعم لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وأن ترفع يدها وأن ترفع الفيتو عن
قرارات مجلس الأمن الذي ترتهنه هي في أدراج بيت الأبيض، لأن حتى اللحظة المجلس الأمن يفشل حتى في التوصل إلى هدنة إنسانية وحتى في اتخاذ قرار لوقف هذا العدوان عن قطاع غزة، لأن هناك انحياز بالمطلق لدولة الاحتلال. عندما المجتمع الدولي يكون بالفعل قادر على حمل هذه الورقة، ورقة حل الدولتين، من الممكن أن يجري حل، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال مؤتمر دولي للسلام تشارك فيه كل الفاعلين الدوليين وكل المؤثرين الإقليميين، لأن أن يترك ورقة حتى الحل الدولتين في يد الإدارة الأمريكية بمفردها فهي أثبتت أنها منحازة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. لذلك نريد فعل دولي وإقليمي عربي يصل بحل الدولتين للنور، ويجبر دولة الاحتلال على الولوج لهذا المستوى، لأنه لا حل حتى ولا أمن لدولة إسرائيل إلا بهذا الأمر. بمناسبة إشارة حضرتك المهمة إلى فكرة حشد رأي دولي يدعم الموقف الفلسطيني، لعلك تابعت هذه الجولة لوزاري القمة الرياض، القمة العربية الإسلامية بدأت بالصين، طبعا مع التسليم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دور مهم، الدول الغربية تلعب دور مهم في هذا الإطار، لكن أن يذهب هذا الوفد ويبدأ هذه الجولة من الصين مع أهمية الصين الاقتصادية في العالم، ومن ثم الذهاب إلى روسيا من بعد ذلك وإلى جولة أخرى في المنطقة، هل فعلا تعتقد أنه حتى لو كانت هذه الدول غير واضحة الصورة والدور الذي تلعبه، لكنه هذا الدعم سيؤتي ثماره فعلا؟ يعني كان اختيار موفق الذهاب إلى هذه القوى الكبيرة؟ تماما تماما اختيار موفق، لأنه فعلا آن الأوان للعالم العربي والإسلامي أن يتجه إلى القطبية الأخرى في العالم، فالصين وروسيا تمثلان قوة هائلة على مستوى العالم، وأن كان يشغل روسيا حرب من الاستنزاف في أوكرانيا، لكن هذه الدولة هي دولة مهمة من حيث المساحة ومن حيث القوة الاستراتيجية ومن حيث القوة العسكرية والاقتصادية، كذلك الصين هي أهم قوة اقتصادية في العالم، فأن يصل العرب والمسلمين إلى هذا المستوى لتحريك هذا القطب هو تماما رسالة مهمة للشرطي الوحيد في العالم الذي يريد أن يستمر في أن يكون الشرطي الوحيد في العالم، الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية تترك، وهذه هي التي الآن يعني تضع أمريكا في الزاوية، فأمريكا تخشى من فقدان قطبيتها الأحادية على مستوى العالم والتمدد الأوراسي أو التمدد الروسي الصيني على مستوى العالم، هذا التمدد قد ينشأ من خلاله قوة أخرى ونعود إلى ثنائية قطبية في العالم أو إلى أكثر من ثنائية قطبية في العالم، فهذا الحراك الدبلوماسي العربي والإسلامي هو في غاية من الأهمية. أما القناة التي سلكها إلى الصين ثم روسيا فبالتأكيد هي قناة مهمة، لأن هذه الكتلة الإسلامية والعربية الكبيرة التي التأمت في الرياض تمثل ثقل وكتلة كبيرة على مستوى العالم، إذا ما تحركت باتجاه الصين وروسيا وغيرها فهي بالتأكيد تمثل آلة ضغط قوية على الغرب وعلى الإدارة الأمريكية، الأمر الذي قد يضطر الإدارة الأمريكية إلى التراجع خطوات إلى الوراء وإلى النظر في القضية الفلسطينية بعينتين لا بعين واحد، وأن تكف يدها عن دعم إسرائيل من جهة وعن ممارسة ازدواجية المعايير أو المعايير المزدوجة التي في الوقت التي تدعم فيه أوكرانيا ضد روسيا لا تقيم وزن لحياة العرب وحياة الفلسطينيين في المنطقة. فلهذا نقول أن هذه الحراكات هي مهمة ونحن نعول عليها بكل تأكيد، وما جرى من فعاليات عربية وإسلامية سواء في قمة القاهرة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي سابقا في بدايات الحرب أو حتى قمة الرياض كلها تصب في ذات الحراك الدبلوماسي الذي قد يسفر بالنهاية عن إعادة إحياء مسار العملية السياسية وفق قرارات الشرعية الدولية ووفق مؤتمر دولي يحقق السلام ويقرر مصير الشعب الفلسطيني وفق إقامة دولة فلسطينية مستقلة له، لأنه إن استمر الحال على هذا المستوى فلا أمن ولا أمان في المنطقة ولا حتى أمن لدولة الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد أن يحققه، لن يتحقق لهم الأمن طالما أن هناك بالمقابل تنكر لوجود الشعب الفلسطيني ومحاولات لشطب الشعب الفلسطيني على حساب
تمدد الدولة اليهودية، لا حتى ليست الدولة الصهيونية، الدولة اليهودية العنصرية، لأنهم اليوم يأخذون حتى باليهودية إلى العنصرية ويريدون أن يقيموا دولة يهودية عنصرية على حساب كل العالم وعلى حساب طرد العرب والفلسطينيين، وحتى لو كان بيدهم لتمددوا إلى خارج حدود حتى فلسطين في المنطقة العربية. نعم، يعني دكتور في هذا الصدد عندما تذكر الدولة اليهودية ولكن اليهود خارج الولايات خارج إسرائيل يشعرون بالعار وهم ضد ما نعم. تقوم به اليوم نعم. إسرائيل، إلى أي مدى أيضا ممكن أن يكون يعني هذا الصوت فاعلا ومؤثرا، خاصة بأنه يرى بأن ما تقوم به إسرائيل اليوم هو بداية النهاية للدولة الإسرائيلية؟ نعم، حتى تكون الصورة واضحة، أنا عندما نتحدث عن الدولة اليهودية نتحدث عن الدولة اليهودية التي يريدها اليمين الصهيوني والتي تريدها الصهيونية اليمينية في داخل دولة الاحتلال. هم يريدون أن يستخدموا اليهودية وأن يأخذوها إلى العنصرية، لكن هذا نحن ندرك جيدا أن هناك بعض اليهود في العالم شعروا بالخزي والعار من هذه الدولة أو من حمل هذه الدولة لليهودية إلى الصهيونية الدينية المتطرفة. وهناك نعم بعض اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية بكوا على الأطفال الفلسطينيين الذين يقتلون في فلسطين لأنهم شعروا بالعار بكل تأكيد، وهذا بالمناسبة ليس اليوم وليس وليد اللحظة، منذ فترة بعيدة من الزمن هناك حراك في الساحة الأمريكية وهناك تمدد للفعل العربي والفلسطيني على مستوى الدبلوماسية الشعبية، وآتى أكله حتى وصل إلى الكونغرس الأمريكي. لذلك هناك الكثير من الشباب اليهود في حتى في الدولة الأمريكية باتوا يفكرون بطريقة مغايرة وباتوا يعني يعلون الصوت ويقولوا أن هذا الشعب الفلسطيني له الحق في العيش في دولة بسلام. بالتأكيد هذا كله يؤثر على هذه الدولة ويقدمها بصورة بشعة أمام العالم، ويجعل أيضا يهود العالم يتذمرون من هذا الفعل ويشكلون ضغط مغاير، لأنه من المعروف عبر التاريخ أن هناك لوبي صهيوني يحاول أو تحاول دائما المتنافسون الأمريكيون على مقعد البيت الأبيض يحاولون استمالة اللوبي الصهيوني واليهودي في على مستوى الساحة الأمريكية، ويحاولون أن يشترون اليهود والصهاينة بأي ثمن، وهذا سر دعمهم لدولة الاحتلال في اعتقادهم أن هذا اللوبي هو الذي يتحكم في الخريطة الإسرائيلية وفي الخريطة الأمريكية. لكن اليوم أن يعلو صوت بعض اليهود في الساحة الأمريكية، إذن حتى اللوبي الصهيوني أو اللوبي اليهودي في العالم وفي الدولة الأمريكية هو في أفول ويتراجع لصالح القضية العربية الفلسطينية. دكتور شفيق، حضرتك مررت مرورا سريعا في إجابة منذ قليل على مستقبل قطاع غزة، وهناك يعني حديث في الدوائر الغربية، جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قال إنه يعني وجوب تسليم إدارة القطاع في غزة إلى السلطة الفلسطينية. سمعنا بعض الأصوات تتحدث عن مستقبل قطاع غزة، ربما هذا يحلنا حضرتك إلى يعني التخبط الذي كان دائرا عن سيناريو اليوم التالي لانتهاء الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الدول الغربية. هل تعتقد حضرتك أنه تصورا ما يعني أصبح موجودا في طور التبلور بالنسبة للغرب والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأوضاع بعد انتهاء هذه الحرب؟ يعني أي تصور غربي أمريكي إسرائيلي غير ذلك بدون أن يكون الشعب الفلسطيني شريك في هذا التصور وفي هذه الشعب الفلسطيني هنا تتحدث حضرتك عن مثلا حماس، عن السلطة الفلسطينية، عن نعم عن من؟ أنا أتحدث أولا عن الشعب الفلسطيني وصاحب هذه الولاية على هذه الأرض، وهو الذي يقرر مصيره حتى على مستوى ممثليه وحتى على مستوى الوضع الداخلي. تمام. أما على مستوى أصحاب القرار فأنا أعني أن الشعب الفلسطيني له مكونات سياسية وعلى رأسها السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي المقدمة منها منظمة التحرير الفلسطينية، مفهوم، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والذي يعترف فيه الدول العربية قاطبة وجل دول العالم، لأن أيضا السلطة الفلسطينية ما زالت صاحبة الولاية على الأرض الفلسطينية بمن فيها غزة، وإن كانت غزة حصل فيها انقلابا عام 2007 طبعا أخرجها من المنظومة الوطنية والشرعية الفلسطينية، لكن ما زالت صاحبة الولاية على الأرض الفلسطينية
هي السلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا أمر واقع وهذا ما تؤيده وتدعمه الدول العربية. لذلك كل المشاريع التي يروجها نتنياهو بأنه يريد إخراج السلطة الفلسطينية من إدارة قطاع غزة هذا أمر واهي. أولاً السلطة لا تأتي على ظهر دبابة، لأن هذا في مرات سابقة رفضته السلطة الفلسطينية بكل تأكيد منذ حرب 2008-2009 مروراً ب 2012-2014 إلى 2021-2023، كل العدوانات التي شنت على قطاع غزة كانت وما زالت ترفض السلطة الفلسطينية أن تأتي على ظهر دبابة بالمناسبة إلى قطاع غزة، لكنها ما زالت تؤمن بدورها في قطاع غزة مع كل المكونات السياسية الفلسطينية. نحن نقول أن حركة حماس جزء أيضا من الشعب الفلسطيني، إن كانت تريد أن تكون في إطار العملية السياسية وفي إطار منظمة التحرير الفلسطينية فبالتأكيد أهلا بالجميع، لأن هذا منظمة التحرير الفلسطينية الوطن المعنوي لكل الفلسطينيين ليس في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس فحسب، إنما أينما وجد الفلسطيني على مستوى العالم، لأنها هي تمثل الفلسطينيين أو تمثل 14 مليون فلسطيني موجودين في شتى أصقاع الأرض. لذلك المستقبل في قطاع غزة أو اليوم التالي في قطاع غزة من يحدده؟ الفلسطينيون بالتعاون مع الأشقاء العرب وعلى وجه الخصوص جمهورية مصر العربية التي بالتأكيد ترفض هذه التقسيمات والتجزئة، والتي حاولوا أيضا بالمناسبة أن يزجوها في هذا الاتجاه وفي هذه أو أن يضعوا هذه الورقة بين يديها، وبالتأكيد هي لا تقبل إلا أن تكون للشعب الفلسطيني حكومة وسيادة على أرضه قائمة على إطار مشروع تسوية سياسية. ولذلك حتى السلطة الفلسطينية هي قالت أيضا في هذا السياق هي تعترف بهذه الأرض وتمارس ولايتها عليه ويتصرف عليها، ولا هناك موظفين في قطاع غزة. أما ما تريده السلطة هو أن ينتهي هذا الصراع وأن الحرب تفضي إلى الوصول إلى عملية سياسية تؤسس أو تفضي إلى حل الدولتين، وبالتالي تكون قطاع غزة ضمن فلسطين، لأن كمان أيضا أذكر أن غزة جزء من فلسطين فهي ليست منسلخة عن الأرض الفلسطينية، وهذا ما يريده نتنياهو. نتنياهو يريد نعم كسر شوكة حماس في قطاع غزة، لكن هناك له حرب أخرى موجهة إلى السلطة الفلسطينية وعبر عنها بملء الفاه، أنه لا يريد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولا السلطة الفلسطينية أن تتولى قطاع غزة، واتهمها بالإرهاب واتهم أنها لم تدير عملية 7 أكتوبر. لذلك هو أيضا يريد تقويض الكيانية الفلسطينية. لماذا؟ لأن السلطة الفلسطينية لها مشروع وطني يرمي إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 7 حزيران، ويسعى إلى ذلك في كل المنابر الدولية، وهذا ما لا يرضي دولة الاحتلال، فهي تريد أن تبقي غزة كتلة مجتزأة عن الأرض الفلسطينية لكي تظل فزاعة أيضا ويظل الانقسام قائم. لذلك نقول إنها فرصة مهمة لإذكاء الوحدة الوطنية وإلى عودة المسار الوطني السياسي الفلسطيني الذي تشارك فيه كل المكونات السياسية الفلسطينية. وربما عودة لسؤالك، الغرب والإدارة الأمريكية نعم باتوا لا يتماهون مع ما يرمي إليه نتنياهو، وباتوا يتوجهون الاتحاد الأوروبي وحتى الإدارة الأمريكية باتجاه أن تتولى السلطة الفلسطينية مسؤوليتها عن قطاع غزة بشكل فعلي. نعم دكتور، وفي هذا السياق أيضا يعني ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه يرفض حتى أن تشارك حماس فيما بعد المعركة في إدارة شؤون غزة. من ناحية أخرى الرئيس الأمريكي أكد بأن غزة والضفة الغربية يجب أن تكون تحت سلطة فلسطينية متجددة. ماذا عنا بمتجددة؟ وهل يتماهى الموقف الأمريكي مع الإسرائيلي في هذا السياق؟ لا، هو سلطة متجددة ولا يفرض على الشعب الفلسطيني تمثيله كما ذكرنا منذ البداية. فالسلطة الفلسطينية هي سلطة موجودة بفعل ديمقراطي وبفعل لها منصاتها الدستورية ولها مجلسها الوطني لمنظمة التحرير ولها أطرها الشرعية التي جاءت
إليها إلى السلطة الفلسطينية. أما مقصود تجديد السلطة فالسلطة هي باستمرار في هناك يعني تغيرات وتحولات، على العكس السلطة الفلسطينية قدمت نموذج للدولة الفلسطينية لكل مقومات الدولة الفلسطينية وقدمت ذلك إلى كل العالم، ولذلك حصلت على العضوية في العديد من المنظمات الدولية المهمة في العالم. فلذلك هو لا نريد أن يضع العصا في العربة وأن يضع السم في العسل ويتلاعب في الألفاظ. طيب السلطة الفلسطينية لا يحدد لا يحدد أشخاصها، ما أريد أن أقوله السلطة الفلسطينية نحن ننظر لها ككيان وليس كأشخاص، ولا أحد يحدد من هم الأشخاص الذين يتولون السلطة غير الشعب الفلسطيني وغير أطر الشعب الفلسطيني. يا دكتور شفيق تحدد. أعتذر المقاطعة، لكن في سياق الحديث وكأن جوتيريش كان يسمعنا الآن منذ دقائق قليلة جدا، هناك تصريح لافت جدا له، هو يقول إنه نظام حماية في غزة برعاية الأمم المتحدة ليس حلا. في التفاصيل يقول إيه يا دكتور؟ إنه بعد انتهاء الحرب لن يكون هناك حل داعيا إلى مرحلة انتقالية تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، وإنه الحل لن يكون في إشراف أممي، لن يكون إلا بإقامة الدولتين. هو يؤكد تقريبا على نفس المعنى الذي كنا نتحدث عنه. أهلا وسهلا. نعم، نحن نقول أن حل الدولتين هو الحل المجدي، وإنهاء هذا الاحتلال هو حل مجدي، وهو حل يريح كل الأطراف. ولذلك نقول وما زلنا نقول على هذه الدول وعلى الولايات المتحدة أن تبذل قصارى جهدها من أجل ذلك. أما عن الحماية فنحن قلنا وما زلنا نقول، والقيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس قال كثيرا احموا الشعب الفلسطيني. واليوم الشعب الفلسطيني بحاجة ملحة وماسة لحمايته. نعم لحمايته من هذا القتل ومن هذه من هذا التوحش ومن هذا الدم النازف في قطاع غزة بآلة حرب. الآن لماذا يريد حماية؟ حتى ليس الشعب الفلسطيني يريد حماية بالمناسبة، حتى الدولة الفلسطينية وحتى السلطة الفلسطينية تريد حماية، لأن هذه دولة الاحتلال تحتل دولة أخرى هي الدولة الفلسطينية. نعم دكتور. وهي دولة عضو في الأمم المتحدة. طيب أنا هذا أنا الاحتلال أنا بشعبه، لكن بشعبه يحتل تفضل. شعب ودولة أخرى. نعم. هذا الشعب والدولة الأخرى التي هي فلسطين بشعبها وقيادتها تحتاج أيضا إلى حماية دولية من هذا التغول وهذا الصلف. وصلت فكرتك دكتور. أنا وقتنا انتهى للأسف الشديد، أشكرك شكرا جزيلا دكتور شفيق التلولي الكاتب والمحلل السياسي، كنت ضيفا عزيزا علينا من القاهرة، شكرا جزيلا لحضرتك.